هنتكلم بداية على الفيسيولوجي، وان المعادلة دي يمكن عرضناها من في البرزنتيشن اللي فات، وهي دي روح الارتيريا بلاد جاز او الاسيد بيز ديس اوردرز، هي ان البي اتش بيتناسب مع البايكارب على السي او 2. فاكرين البي اتش زمان كان بنعرفه في الكيمياء ان هو ايه؟ ايه هو البي اتش؟ يعني 7.4 من 10 دي ايه؟ ايه 7 ايه و4 ايه؟ تركيز الهيدروجين مش حقيقي، لا هو ايه؟ ايوه مقلوب لوغاريتم الهيدروجين ايون كونسنتريشن، صح كده؟ مقلوب لوغاريتم الهيدروجين ايون كونسنتريشن، عشان كده اللي بيحدد الاسيديتي اوف ذا بلاد هو الهيدروجين ايون كونسنتريشن. كل ما الهيدروجين ايون كونسنتريشن زاد كل ما البي اتش قل، يعني كل ما كان العيان اسيديميك كل ما كان معناه ان فيه هيدروجين ايونز كتير. عشان كده لما نيجي نحسب الهيدروجين ايون شخصيا نلاقيه بيساوي كونستانت اللي هو 24 في السي او 2 على البايكارب. طب دي بايكارب على السي او 2، ما احنا قلنا ان دي مقلوب دي، ماشي مقلوب اللوغاريتم. فالمعادله دي برضو مهمه معانا، ان الهيدروجين ايون بيساوي كونستانت في السي او 2 على البايكارب، انما البي اتش يتناسب مع البايكارب على السي او 2. يبقى في جناحين للبي اتش، هما البايكارب والسي او 2. السي او 2 بيتحكم في الريسبيريشن والبايكارب بيتحكم في الكدني، وبالتالي عندي ريسبيراتوري كومبنسيشن ورينال كومبنسيشن. الريسبيراتوري كومبنسيشن عن طريق السي او 2 بيحصل بسرعه جدا، السي او 2 شويه بريذنج بسرعه اقدر اقلل وازود السي او 2، انما البايكارب عشان الكدني تكنترول البايكارب ات تيكس تايم. بعض الديفينيشنز سريعا، احنا حقيقي اللي احنا بنقول عليه في حياتنا اليوميه اسيدوزس والكالوزس اسمهم الاصلي اسيدينيا والكالينيا. طالما البي اتش طلعت من الرينج بتاعها اللي هو 7.35 ل 7.45 بقت اسيدينيا والكالينيا. امال ايه الاسيدوزس والالكالوزس؟ هو البروسيس اللي يعمل اسيدينيا يا ما يعملش. اوكي؟ يبقى البروسيس نفسه اسمه اوزس، ولو حصلت النتيجة المرجوة من الاوزس تبقى ايه؟ لو البرايمري ديس اوردر في جناح البايكارب بقت ميتابوليك، لو البرايمري ديس اوردر في جناح السي او 2 بقت ريسبيراتوري، وهنعرف دلوقتي ازاي نفرقهم من بعض. لو هو وان ديس اوردر يبقى سيمبل، لو هما مور ذان وان ديس اوردر يبقوا كومباين. البرزنتيشن بتاعنا هنتكلم على النورمال فاليوز، البي اتش من 7.35 ل 7.45، البايكارب هنتكلم على النورمال فاليو اللي هي ال 24 بس معانا الرينج من 20 ل 28، السي او 2 هنتكلم عليه ك 40، والانايل جاب وهنرجع لها بالتفصيل هنتكلم عنها على ان هي نورمال من 12 ل 14 ملي مول بير لتر، علشان بس نبقى لما نقول حاجه نورمال او انكريز نبقى عارفين احنا بنتكلم على ويتش فاليوز. الميزان دكتور خالد بقول الميزان اهو. كفتي الميزان بين السي او 2 وبين البايكارب يفضل البي اتش في النص. لو البايكارب قل وحتى لو السي او 2 نورمال يبقى حصل عندي ميتابوليك اسيدوزس، لو السي او 2 زاد يبقى برضه نفس الكفه مايله في ناحيه الاسيدوزس، بس هيبقى السبب هنا هو تقل كفه السي او 2 وليس ان البايكارب قليل، تبقى ريسبيراتوري. الناحيه الثانيه لو البايكارب كتير يبقى ميتابوليك الكالوزس، ولو السي او 2 قل هيبقى ريسبيراتوري الكالوزس. عندنا رولز واحنا بنقرا بلاد جازز هنتعرف عليها مع بعض، بس انا هضيف عليها رول تاسع. اللي حط الثمانيه رولز دي ما فكرش ان احنا ممكن ان احنا نعمل كده. فالرول قبل رول واحد، رول صفر ان انت ما تعالجش ورقه. ما تعالجش ورقه. انت بتبقى قاعد في المكتب بيدخل النايب مديلك بلاد جازز يقول لك اعمل ايه يا دكتور؟ تعمل ايه في ايه؟ فين السيناريو؟ فالرول نمره صفر ما تعالجش ورقه.
نمرة واحد لما يجي لي بلاد جازس هبص على البي اتش والسي او 2 والبايكار. الثلاث ارقام دول هم اللي هيحددوا لي انا همشي في اي اتجاه. بعد ما اشوف البي اتش والسي او 2 والبايكار اشوف الارقام دي كونسيستنت ولا لا، يعني الارقام دي تنفع تركب ولا لا. مش البي اتش بتتناسب مع البايكارب على السي او 2، يعني بتربط الثلاث ارقام دول البي اتش والبايكارب والسي او 2 معادله حسابيه، فلابد الحسبه تطلع صح. اتاكد ان الجهاز مش مديلي ارقام ما تركبش، ساعات الارقام ما تركبش، هنعرف برضو مع بعض ازاي. هل الداتا كونسيستنت ولا لا؟ فاكرين المعادله دي؟ الهيدروجين اي بيساوي 24 في السي او 2 على البايكارب. ينفع احسب الهيدروجين اي من البلاد جازس اللي بتجيلي كل يوم 10 مرات ولا ما ينفعش؟ ينفع، هو انت ايه اللي ناقصك؟ عندك كل اطراف المعادله، بيجي لك السي او 2 بيجي لك البايكارب، يعني اقدر احسب الهيدروجين اي كونسنتريشن. احسب الهيدروجين اي كونسنتريشن واطرح الرقم اللي هيطلع من 80 يبقى هو الكسر اللي جنب السبعه. تاني احسب الهيدروجين ايون اللي هو 24 في السي او 2 على البايكارب طلع رقم ما. هذا الرقم الما اطرحه من 80 لازم هو يطلع الكسر المئوي اللي جنب السبعه اللي هي 7 بوينت كذا. الكذا ده هو حاصل طرح الهيدروجين ايون من ال 80. لو ما طلعتش تبقى الداتا مش كونسيستنت، ما تركبش. ما ينفعش ان الارقام دي الثلاثه دي تبقى مع بعضها. اوكي، فلو قلنا مثلا ان الهيدروجين ايون طلع 24، 24 من 80 بكام؟ برافو عليك، جدول ال 80 مظبوط، يبقى يطلع 56. يبقى البي اتش لازم تطلع 7 56. لو ما طلعتش 7 56 تبقى مش مظبوط. عفوا، احنا هنطرح 56 لسه من ال 80. المعادله اللي احنا بنقول عليها او الحسبه البسيطه دي من غير ما نطلع جدول اللوغاريتمات تنطبق معايا لما البي اتش يبقى الرينج بتاعها من 7.55 ل 7.15. في الاكستريمز لو البي اتش نزلت تحت 7.15 او زادت عن 7.55 الكلمتين اللي احنا قايلينهم من شويه دول يبقوا مش ابليكابل، ويبقى انا هضطر ان انا احتفظ بالجدول ده يكون معايا. انما لو في 90% من الحالات ان البي اتش من 7.1 ل 7.55 يبقى اللي احنا بنقوله ماشي. البي اتش تتناسب مع البايكارب على السي او 2. علشان البي اتش تفضل ثابته لو البايكارب زاد السي او 2 يعمل ايه؟ يزيد، لان هما مقسومين على بعض. هو امتى يقل؟ لو كنت بجمعهم، انما ده انا بقسمهم. فعلشان الحاصل القسمه يفضل ثابت لابد ان لما البايكارب يزيد السي او 2 يزيد. طب لما البايكارب يقل؟ طب لو السي او 2 زاد؟ يبقى اذا الكومبنسيشن في مفهومه البسيط ان الاثنين يتحركوا في نفس الاتجاه، صح ولا لا؟ يبقى الكومبنساتوري فاريبلز شود اولويز تشينج ان ذا سيم دايركشن. الكومبنسيشن سيبك من ده، نرجع لها تاني. الكومبنسيشن نيفر اوفر شوتس. يعني ايه نيفر اوفر شوتس؟ يعني ما يزودهاش عن الحد. يعني لو البايكارب قل البي اتش يحصل له ايه؟ لو البايكارب قل البايكارب فوق في المعادله البي اتش تقل، يقوم مين اللي يعمل ايه عشان البي اتش ما تقلش؟ السي او 2 ايه؟ يقل عشان البي اتش تزيد، بس عمره ما يزودها عن النورمال. ده اللي مقصود بيها ان كومبنسيشن نيفر اوفر شوت. يعني اللي يجي يصلح ما يعديش حده، يحاول يصلح 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 واخره ان هو يقف عند النورمال بي اتش. كومبنسيشن نيفر اوفر شوتس، يعني عمر ما حد يجي يقول
البلاد جازز دي البي اتش فيها 7.6 بس عشان السي او 2 قال لي يعوض اللو باي كارب فزودها شويه. لا ما تحصلش كومبنسيشن ليفر اوفر شوت. مش هنقف عند دي كتير. فاكرين الثري رولز اللي فاتوا؟ اول الرول زيرو الاول ما تعالجش الورقه، رول واحد اعرف البي اتش، رول اثنين اعرف الباي كارب والسي او 2، ورول ثلاثه كانت الكونسيستنسي اوف ذا داتا واتكلمنا عنها، رول نمره اربعه اعرف لو الكومبنسيشن ابروبريت ولا لا. يعني ايه الكومبنسيشن ابروبريت؟ يعني الباي كارب قل شتر، ما يجيش السي او 2 يستهبل فيها ويقل لي 10 متر. صحيح اتحرك في الاتجاه الصح، انما الماجنتيود اوف تشينج لازم يكون ابروبريت، لابد ان رد الفعل يكون مناسب للفعل. طب اعرف ازاي اذا كان الكومبنسيشن ابروبريت؟ هنضطر نحفظ شويه ارقام مع بعض. ميتابوليك اسيدوزيس يعني مين اللي قل؟ HCO3. يبقى مفروض مين اللي يقل؟ الCO2. الCO2 يقل واحد لواحد ونص قدام كل واحد ديكريس في البايكارب، يعني البايكارب نورمالي 24 قل بقى 10 يبقى قل كام؟ 14. يبقى الCO2 يقل قصاده من 14 لو هي واحد ل 36 لو هي واحد ونص، صح كده؟ من 14 عفوا من 14 ل 21 اللي هي من 1 ل 1.5 قل 30 يبقى في حاجه ثانيه بتحصل، مش كل ده كومبنسيشن، الديكريز ده مش كومبنسيشن. الميتابوليك الكالوزيس مين اللي مين اللي بتغير برايمري؟ بايكارب يزيد، مين اللي المفروض يزيد قصاده؟ السي او 2. السي او 2 يزيد من ربع الواحد قصاد كل زيادة واحد في البايكارب. الأرقام دي احنا للأسف لابد ان احنا هنحفظها. ماشي؟ acute respiratory acidosis يعني مين اللي زاد؟ ومين اللي عايز يزيد قصاده؟ وبما انه acute هيلحق يزيد ولا مش هيلحق؟ هيزيد بس مش قوي. صح؟ هيزيد بس مش قوي. فالبلازما بايكارب يزيد واحد قصاد كل 10 سي او 2. يعني السي او 2 يزيد من 40 ل 60 البايكارب بيتحرك كام؟ 2. لان ما عندوش وقت لانه اكيوت والكومبنسيشن ده عن طريق الكدني، واتفقنا ان الكدني بتاخد وقت. طب لو الكدني خدت وقت كويس وتحول الاكيوت ريسبيراتوري اسيدوزس لكرونيك ترفع 4. 4 لكل 10. يبقى بقى مور افيشنت وذ تايم ولا لا؟ بقى مور افيشنت وذ تايم. تعالوا ناخد حاجه هنقراها برضو مع بعض وبعدين نبتدي نناقش البلاد جاز انتربريتيشن بتاعها ونطبق مع بعض الاربعه رولز من الثمانيه اللي احنا اخذناها. دكتور محمد سؤال اسمك، الارقام الملي مول والملي كويرت هي الملي مول والملي كوبلت كل اللي بنقوله. عيان كرونيك رينال فيلير جايب ازوتينيا ويكنس وليثرجي مايلدلي هايبرتنسيف وتاكيبنيك، كرياتينين بتاعه 8، بلاد يوريا نيتروجين في السماء 100، البي اتش 7.37، السي او 2 20 والبايكارب 12. في اسيد بيس ديس اوردر ولا لا؟ في اصلا اسيد بيس ديس اوردر ولا ما فيش؟ الرول نمره واحد كانت بتقول بص على البي اتش نورمال، قلنا 7.35 ل 7.45. الرول نمره اثنين بتقول بص على البايكارب والسي او 2. البايكارب اخباره ايه؟ قليل والسي او 2 قليل، يبقى في اسيد بيس ديس اوردر ولا مفيش؟ اوزس ولا انيا؟ اوزس. مفيش انيا لان البي اتش واقف، لو كان اتحرك كنت قلت انيا، انما هنا مفيش. طيب.
القاعدة الثالثة بتقول الداتا كونسيستنت ولا لا، مش هنقلبها محاضرة حساب، انما الداتا كونسيستنت. مين فيهم البرايمري؟ انا عندي البايكاربو قليل والسي او 2 قليل والبي اتش نورمال، فيصح ان انا اقول عليها ميتابوليك ايه اسيدوزس، ويصح ان انا اقول عليها ريسبيراتوري الكالوزس لان السي او 2 قليل. طب ما انا هسميها مين فيهم؟ نقطة الصفر عندي هي 7.4 في البي اتش. المؤشر مال ناحية مين؟ ناحية الاسيدوزس. يبقى انا هرجح ان ده اسيدوزس، لانه حتى وان كان البي اتش في الرينج انما نقطة صفر المؤشر 7.4 مال. فخلاص بقيت انا عندي ميتابوليك اسيدوزس. تمام؟ فالبرايمري ديس اوردر ميتابوليك اسيدوزس. حد فاكر في الميتابوليك اسيدوزس الكومبنسيشن ان السي او 2 يقل قد ايه؟ قلنا يقل من 1 لـ 1.5 لكل واحد. طيب البايكارب 22 سوري البايكارب 12 قال لي كام؟ احنا قلنا هناخد نقطه الصفر بتاعت البايكارب 24 عشان الحسب، فقال لي 12، يبقى السي او 2 يقل من 12 ل 18 من نقطة الصفر بتاعته اللي هي 40. هو قال لي بقى كام؟ يعني قال لي كام؟ يبقى الكومبنسيشن ابروبريت صح؟ بس الكومبنسيشن جاب الاكستريم رينج بتاعه، علشان كده البي اتش رجع اولموست نورمال. متابعين يا جماعة ولا الحسابات ملخبطة؟ يبقى السي او 2 مفروض ان هو يقل من 1 لـ 1.5 ينزل لغاية 22. طبقنا اول 4 رولز. الرول نمرة 5 بتقول لو الداتا بتقول سيمبل ديس اوردر، يعني ايه سيمبل ديس اوردر؟ يعني وان اسيد بيس ديس اوردر، ده doesn't guarantee، بس you need to examine the patient's history. العيان اللي الكلام بتاعه طلع اسيدوزس ده ينفع ان هو يكون عنده اسيدوزس ولا لا؟ في تفسير منطقي كلينيكال لقصته ان هو اسيدوتيك ولا لا؟ ده مهم. القاعده نمره 6 بتقول لو لقيت الكومبنسيشن بره الرينج يبقى ميكس. لو لقيت الكومبنسيشن بره الرينج يبقى ميكس. وخد حاجه كمان بالمره، لو لقيت البايكارب والسي او 2 مش ماشيين في نفس الاتجاه يبقى ميكس. يعني لو واحد زاد وواحد قل يبقى على طول ميكس. مش احنا قلنا ان هما لازم يتحركوا في نفس الاتجاه؟ لو ما اتحركوش في نفس الاتجاه ميكس، ولو اتحركوا في نفس الاتجاه بس بره الرينج برضه ميكس. طيب ناخد الحاله الثانيه ونشوف هنطبق ازاي. طفل ثلاسيميك عنده هيموكروماتوزس وليفر سيروزس، جاي بفوميتنج، جاي انيميك هايبوتنسيف وكونفيوز، والغازات بتاعته البي اتش 7.55، السي او 2 66، البايكارب 56، الصوديوم البوتاسيوم الكلورايد. البي اتش الكالوتيك، بلاش الكالوتيك، الكاليميك صح؟ ريسبيراتوري ولا ميتابوليك؟ البايكارب عالي، انما لو السي او 2 هو اللي ابنورمال كنا بقينا اسيدينك، كنا بقينا في ريسبيراتوري اسيدوزس. فالعيان ده الكالوتيك ميتابوليك الكالوزس صح ولا مش صح؟ انما الرول نمره 5 بتقول ايه؟ بتقول شوف الهيستوري يا مؤمنين، الريسك فاكتورز اللي في العيان ده ان هو يجي له اسيد بيس ديس اوردر هم الاربعه اللي قدامكم ده. الانسز يعمل ايه؟ اسيدوزس ولا الكالوزس؟ واحد بيرجع اسيد يبقى الكالوزس. طيب الهاي بوتنشال يعمل الكالوزس ولا اسيدوزس؟ يعمل اسيدوزس عشان اللاكتيك اسيد. طب الانيميا برضه اسيدوزس علشان بتقلل الاكسجين ديليفري. طب السيروزس الليفر سيروزس مين اللي بيميتابلايز اللاكتيت؟ الليفر.
فلو مفيش لو الليفر سيروتك ده يعمل اسيدوزس، طب ازاي بقى بالله عليك العيان في أربعة ريسك فاكتور، ثلاثة منهم اسيدوزس وواحد بس الكالوزس وينتهي اللي هو الكالوتيك او الكاليريك. ما هو رول نمرة خمسة قالت لازم القصة تمشي، فالقصة بتقول لي ان العيان ده انا انتسيبيت فيه اكتر الاسيدوزس الاسيتينياز، انما اللي حاصل غير كده، فلا بد ان انا اقف وهرش. ما احنا قلنا اللي ما فيش اصلا في الكتاب حاجه اسمها اوفر كوريكشن. اوفر كوريكشن نيفر هابنز، اللي احنا سميناها من شويه نيفر شوتس، نيفر اوفر شوتس، اللي هي ما فيش اوفر كوريكشن. اوكي، فهل في العيان ده اسيدوزس ولا ما فيش؟ تعالوا نطبق الروز ونمشي واحده واحده. المعادله بتقول برضو مش هنقلبها كيمياء، انما هي الداتا كونسيستنت. البرايمري ابنورماليتي مين؟ الميتابوليك الكالوزس، ما انتوا لسه قايلينها. ومين اللي مسببها؟ الانسيس. طيب لما البايكارب بيزيد السي او 2 بيزيد قصاده ولا لا؟ بيزيد. فاكرين كان بيزيد قصاده قد ايه؟ من ربع الواحد. والبايكارب هنا كام؟ 56. يعني زائد كام؟ احنا متفقين ان هو نقطته 24، فزائد 32. معلش انا عارف ان الحساب رخم، جدول ال 32 ده طول عمره صعب. فزائد 32 يبقى السي او 2 يزيد قصاده من ربع الواحد، يعني يزيد من الى من 8 ل 32 من نقطه الصفر بتاعته اللي هي 40. يعني اي حاجه من 48 ل 72 شغال واكسبت، وهو كان السي او 2 بتاعه 66، يعني الكومبنسيشن ماله ابروب. ما احناش عارفين نمسك عليه حاجه اهو. ميتابوليك الكالوزس، البايكارب عامل ايه الحسبه اللي احنا لسه عاملينها، والكومبنسيشن ابيرز ابروبري. طب المالتيبل ريسك فاكتورز فور لاكتيك اسيدوزز دول راحوا فين؟ هل ممكن يكون في هيدن اسيدوزز؟ في حاجه اسمها هيدن اسيدوزز، وهنا لما اجي ادور على هيدن اسيدوزز لازم احسب الانايون جاب. لازم احسب الانايون جاب. الانايون جاب بتساوي الصوديوم ناقص مجموع الكلورايد والبايكارب نورمال من 12 ل 14. الصوديوم كان 166، الكلورايد والبايكارب مجموعهم 146، فالانايون جاب هنا ايه؟ 20. يعني الانايون جاب واسع ولا مش واسع؟ وايد انايون جاب يساوي اسيدوزس. فالعيان ده فيه كونسيلد اسيدوزس لم يظهر غير في الوايد انايون جاب. يبقى لما ارجع للهيستوري بتاع العيان واشوف الريسك فاكتور ده يوجهني الى ان انا ادور على حاجه ما ظهرتليش في الوهله الاولى. تمام؟ يعني العيان ده فيه ميتابوليك الكالوزس وميتابوليك اسيدوزس؟ فيه. ينفع؟ ماسك، بس ينفع ان انا اقول ان الاثنين مع بعض؟ وينفع يبقى العيان فيه الكالوزس واسيدوزس مع بعض؟ ينفع. ينفع. ينفع يبقى فيه تو بروسيسز مع بعض، اللي ما ينفعش انه يبقى الكالينيك واسيدينيك. صح؟ ينفع انه يبقى بيذاكر ولعبي، بس ما ينفعش ينجح ويسقط. يا هينجح يا هيسقط. ولا ايه؟ فالعيان ده فيه الكالوزس واسيدوزس، بس الاسيدوزس كونسيلد، بس اللي ظهر منهم مين؟ الالكالينيك. نعم. هتفرق معايا كتير جدا في المانجمنت، لان انا هبقى عارف ان الريسك فاكتورز بتوع الاسيدينيا دول لابد ان انا اصلحهم. يعني هبقى عارف ان العيان ده فيه لاكتيك اسيد جاي من الهايبوكسيميا والهايبوتنشن والليفر فيلير، لازم اصلحهم. لو صلحتهم ديفنت للالكالوزس يزيد او الالكالينيا تزيد، انما ما انا المفروض ان انا اصلح الانسيس ات ذا سيم تايم. ماشي؟ يعني العيان ده ادوال ستيج هيحتاج ان انا اديله بايكارب، رغم ان هو يبدو للورقه من النظره الاولى ان هو الكالينيك، انما هو
هيحتاج بايكارب في النهاية. يبقى قلنا ان العيان ده فيه كومبايند ميتابوليك الكالوزيس اند ميتابوليك اسيدوزيس، وده هياخدنا للرول نمره 7. الدكتور بيسال انا هصلح الاسيدوزيس امتى؟ انا هصلح الريسك فاكتورز اللي ادت بيا الى الاسيدوزيس. لو كان مطلوب، لو كان قصدك بان انا اصلح الاسيدوزيس امتى هو ان انا هدي بايكارب امتى، فمش دلوقتي. انما انا مطلوب مني اصلح الانيميا، مطلوب مني اصلح الهايبوتنشن، هلاقي الانايل جاب بتاعي بيقل. اوكي، الدكتوره بتسال هل الانيسيس ده كومبنسيشن عن طريق ان العيان اسيدينك فبيحاول يرجع اسيد؟ ما عندناش جاستريك كومبنسيشن، عندنا الكومبنسيشن فقط عن طريق الكيدني والبرين، انما ما عندناش من الكومبنساتوري ميكانيزم ان حد يرجع اسيد لو هو اسيدوك. ده اجابه على سؤالك؟ اي اسئله او استفسارات قبل ما نكمل؟ اوكي. رول نمرة 7 بتقول always calculate the anion gap. Always calculate the anion gap. It may be the only sign of an occult metabolic acidosis. ايه قصة الانايون جاب؟ هو احنا بنكهرب؟ البني ادمين بيكهربوا، يعني تمسك حد كده يقول لك انت بوزيتيف وانت نيجاتيف، ولا احنا الكترو نيوترال؟ هوبفول ان احنا الكترو نيوترال. الكترو بس. احنا هوبفول ان احنا نبقى الكترو نيوترال. يعني البوزيتيف تشارج والنيجاتيف تشارج بتوعنا لازم يبقوا ايكوال. احنا عندنا بوزيتيفلي تشارجد مولكيولز المعلم بتاعهم الصوديوم ومعاه شويه حاجات انميجر، ومعانا نيجاتيفلي تشارجد مولكيولز المعلمين بتوعهم هم الكلورايد والبايكارب ومعاهم شويه حاجات انميجر. الفرق بين الانميجر انايونز والانميجر كاتايونز هو ده الانايون جاي. تاني، عندنا حاجات بوزيتيف اهمها الصوديوم ومعاه حاجات انميجر، وعندنا حاجات نيجاتيف الكلورايد والبايكارب ومعاه شويه حاجات انميجر. الفرق بين الانميجر انايون والانميجر كاتاين هو مين؟ هو الانايون جاب. لما باجي بحسب الانايون جاب بحسبها ان هي الصوديوم ناقص مجموع الكلورايد والبايكارب. طب الكلام ده ازاي؟ ده مفروض المعادلة تقول ان الانايون جاب تساوي الانميجرد انايونز ناقص الانميجرد كاتايونز. دي المعادلة الصح، لان هو ده الديفينيشن. مشكلة المعادلة الوحيدة دي ايه؟ ان انت بتقول لي اطرح الانميجرد من الانميجرد فما تركبش. امال ليه جت المعادلة دي؟ المعادلة جت ان احنا من الاصل متفقين ان الصوديوم زائد الانميجرد كاتايونز بيساوي الكلورايد زائد البايكارب زائد الانميجرد انايونز. فانا لو جيت ابص على الفرق بين الانميجرد انايونز والانميجرد كاتايونز واطرحهم من بعض يطلع طول السهم الاحمر. بس انا مش هجيب المعادله دي من فوق، انا هجيبها من تحت. هو نفس طول السهم الاحمر هو اللي بيساوي الصوديوم ناقص مجموع الكلورايد والبايكارب. حصل؟ يبقى هنا لابد ان انا ابقى فاهم الفرق بين الديفينيشن والمعادله. الديفينيشن بتقول الانميجرد انايونز ناقص الانميجرد كاتايونز، اجل المعادله الاقي المعادله بتقول صوديوم ناقص مجموع الكلورايد والبايكارب. جت منين؟ جت من هنا. ماشي؟ مش كلامنا النهارده عن الاسيدوزيس، انما لو الانايون جاب عالي يبقى الاسيدوزيس اللي حاصل ده ديو تو ادد اسيد. حد ضاف اسيد في السيركيليشن. لاكتيك اسيد، سلسليت، ايثانول، ميثانول، اي مكان لو الانايون جاب عالي يساوي لاكتيك اسيد. كيتو اسيدز بتاع الدي كي اي، لو في اسيدوزس والانايون جاب نورمال يبقى في لوس اوف بايكارب. مهم ان احنا نبقى عارفين الميكانيزم ده ومش هنقف عنده كتير. لكن ان انا ما اطولش عليكم. كيس نمبر 3، طفل عنده باركر سيندروم، جاي العيادة وبقاله أسبوع في البيت بتعفرط وتنطط وما حكمش، ما حبكش الكولابس غير فين؟
غير في العياده كلها في العياده الاي بي جي والسيرم الكترولايتس البي اتش 6 و9 السي او 2 81 الصوديوم 142 بوتاسيوم 2.3.8 كلورايد 87 وبيكارب 16. خلينا نمشي على الرول. احنا مشينا لغايه دلوقتي وصلنا للرول رقم 7 من 8 قربنا نوصل. فاحنا برضو هنقول ان الداتا كونسيستنت. البرايمري ديس اوردر از طبعا البي اتش اسيديميك. مين في دول اللي يفسر الاسيدينيا السي او 2 ولا البيكارب؟ الاثنين يفسروا الاسيدينيا لان يبقى انا هنا عرفت ان هو سيمبل ديسوردر ولا ده ميكس من بابه لان البايكارب قل والسي او 2 زاد يبقى خلاص عندي حاجتين اتليست حاجتين. علشان اقول مين البرايمري هشوف مين الموست اب نورمال فاليو ريسبيراتوري اسيدوزس دي مش مشكله. هل الكومبنسيشن هنا ابروبريت؟ كومبنسيشن ايه يا مولانا؟ مفيش كومبنسيشن اساسا ده سابه راح راح الناحية الثانية صح كده؟ ماشي. الألاين جاب كام؟ نحسبها تطلع 39 يبقى في وايد ألاين جاب. وايد ألاين جاب تساوي بس أسيدوزز ديو تو أدد أسيد تمام؟ أسيدوزز ديو تو أدد أسيد. فانا عندي هنا كومبايند ميتابوليك اند ريسبيراتوري اسيدوزس متفقين على كده. بس البارتر في الكتاب بيعمل ايه؟ البارتر الناس القدام الشباب مش عارفين البارتر. البارتر بيعمل الكالوزس والقاعده نمره 6 ولا 7 كانت بتقول لازم ابص على الهيستوري. فالهيستوري بتاع العيان انا مستني منه الكالوزس زي بتاع السيروزس والهايبوتنشن والانيميا زي ما كنت مستني منه اسيدوزس مستني من البارتر الكالوزس. وزي ما دورت على الهيدن اسيدوزس بايه؟ لازم يكون في حاجه ادور بيها على الهيدن الكالوزس. مين اللي بدور بيه على الهيدن الكالوزس؟ حاجه اسمها الدلتا دلتا ريشيو. بالراحه علينا بقى بالراحه علينا عشان ايه؟ الدنيا الألاين جاب بتساوي ايه؟ صوديوم ناقص الكلورايد والبايكارب صح كده؟ حلو. لما يكون العيان فيه ميتابوليك الكالوزس مين في الثلاثة دول اللي هيتغير؟ البايكارب. طب لو العيان فيه ميتابوليك اسيدوزس مين في الثلاثة دول اللي هيوسع الألاين جاب؟ لما هو الالاين جاب بتساوي صوديوم ناقص كلورايد وبايكارب. لما الالاين جاب يزيد هل الصوديوم هو اللي زاد؟ هل الكلورايد هو اللي قل؟ البايكارب هو اللي ايه؟ اذا تحرك الالاين جاب مرتبط بالبايكارب يبقى لازم الالاين جاب يقل بمقدار ما البايكارب قل صح؟ يعني لما البايكارب يقل 10 الالاين جاب يقل قصاده عفوا يزيد قصاده 10 ولا لا؟ المبدا متفق عليه. طب ما تيجي نشوف ده حاصل هنا ولا لا. الالاين جاب هنا عندي كام؟ 39. النورمال بتاعها من 12 ل 14 وال 13. فالالاين جاب اتحرك بمقدار كام؟ من 25 ل 27 قول 26 صح؟ يعني ال 39 دي فرقت عن ال 12 ل 14 بالمقدار ده. طيب هل كل التشينج في الالاين جاب ده يجي من ان البايكارب قل 16؟ ده البايكارب علشان يبقى مسؤول عن ان الالاين جاب وسع قوي كده المفروض ان البايكارب يكون قل بنفس المقدار ده ولا لا؟ انما البايكارب هنا نسبيا اعلى من المتوقع ولا لا؟ نسبيا اعلى من يبقى فيها الكالوز. مش قلنا البايكارب عالي؟
بس هيك شغال. طيب كنا على مهل تاني. لما الانايل جاب يزيد اللي هي بنسميها الدلتا انايل جاب. دلتا انايل جاب يعني الديفيشن بتاع الانايل جاب عن النورمة لازم يكون متناسب مع الدلتا بايكارب، يعني اختلاف البايكارب عن النورمال، ولازم الريشيو تبقى كام لكام؟ واحد لواحد. انما زي بعضه على سبيل التجاوز بنقول واحد لغايه اثنين كمان. بس هي الصح الاقرب للفهم ان هي تبقى واحد لواحد. لو الريشيو زادت عن واحد لواحد بقى عندي الكالوس. نفس المثال اللي معانا تاني. تبدو الصدمة على الوجوه. سيبك من الكلورايد دلوقتي، سيبك من الكلورايد. تاني دلتا دلتا ريش اسيدوزس، يعني البايكارب قل. البايكارب قل فالمعادلة ان الانايل جاب زاد. الانايل جاب يزيد على قد ما البايكارب ما قل، اه ولا لا؟ طب لو الانايل جاب ده زايد والبايكارب مش قليل لهذا الريشي، يبقى البايكارب ريلاتيفلي هاي ولا لا؟ يعني في حاجه زودت بايكارب عن البلاط ده ولا لا؟ يعني في بروسس بيزود البايكارب ولا لا؟ والبروسس اللي بيزود البايكارب اسمه ايه في الكتاب؟ الكالوز. صح كده؟ اوكي. يبقى العيان ده عنده كونسيلد ميتابوليك الكالوز. يبقى خلاصه القول ان الكونسيلد اسيدوزس مين اللي يكشفه؟ الانايل جاب. والكونسيلد الكالوزس مين اللي يكشفه؟ الدلتا دلتا ريشيو. رول نمبر 8 بتقول ان اي حاجه الميكسد ان احنا قلنا هيبقوا في الحالتين لو اتحركوا بعيد عن بعض او الكومبنسيشن كان اوت سايد ذا رينج يقال ان دي ايزير ميثود. انا عمري ما استعملتها. استعمل يابا؟ استعمل؟ انا بصراحه عمري ما استعملتها. انما في نورموجرام بتشوف السي او 2 كام والبايكارب كام وترسم الخطوط والبي اتش هنا وترسم الخطوط يقول لك ان ده ميتابوليك الكالوزس وده ريسبيراتوري الكالوزس وده ريسبيراتوري اسيدوزس. تظهر انما ما هياش بديل اطلاقا عن الانتليجنت ثينكينج لان دي في النهايه دازنت كونسيدر الهيستوري بتاع العيان ولا الويب بيست سوفت وير. في سوفت ويرز جديده النواب انترستد فيها تدخل مش عارف ايه يقول لك مش عارف ايه برضه الهيستوري از نوت كونسيدر. فخلاصة القول ان احنا عندنا 8 أو 9 رولز لابد ان انا امشي بيهم in a sequential way وليس منها ان انا اعالج ورقة. لابد ان انا اعمل careful consideration for the history of the patient. Thank you very much.